زي ما سمعنا في الجلسات السابقة والمحاضرات اللي فاتت، لابد أن يكون هناك integration between psychologist and psychiatrist لعلاج الإدمان. بحكم أن أنا psychologist أو أخصائي في علم النفس، حتى يعني هميل شوية للجانب الطبي في البداية علشان نعرف قد ايه يحدث هذا التكامل. الإدمان بيحدث امتى؟ الإدمان يحدث عندما يصبح الشخص اعتماديا جسميا او نفسيا على مادة بعد تعاطيها لمدة من الزمن، ايا كانت هذه المادة، لو حتى اللبن الرايب بيسموه سبستانس ابيوس، ما عادش مرتبط بحشيش وهيروين وكوكايين وبس، ده مرتبط باي ماده تؤدي الى تغير جسمي ونفسي. بدليل كل يوم ادويه بتطلع وبيقولوا ده مفيده في الجسم، وبعد فجاه يقولوا لا ده دخل جداول الادمان، فاصبحت مشكله. الشخص نفسه ما يقدرش يميز ما بين اللي هيدمن عليه واللي مش هيدمن عليه، ودي الإشكالية الكبيرة اللي بتواجه اللي بيشتغلوا في الأدوية وبيشتغلوا في الإدمان. الترامادول بقت الفلاحات علشان يقدروا يشتغلوا ويقاوموا بيدوهم الترامادول، يقولوا ده هيخف الألم عندهم، هم ما يعرفوش حاجة. ومين اللي بيبيعوا لهم؟ الصيادلة. يعني بالفعل وظاهرة انتشرت في مصر بطريقة كبيرة. يبقى المدمن شخص حد الطباع بطبيعته، عنده نوع من الايه؟ من المجازفة والمغامرة، وممكن ما يعرفش أي حاجة وخد أي حاجة واعتمد عليها وأثرت فيه. بيتم ذلك من خلال ايه بقى؟ من خلال نقل جزئيات تلك المواد الى الجسم باستخدام حساسيتي الشم والتذوق. اي ماده، انا مش هسمي ماده من المواد، اي ماده بيتم نقلها عن طريق الشم والتذوق على شكل غاز يدخل الانف ونتذوقه، لان جزئياته الموجوده على شكل سائل تحفز اللسان والريحه تشير الى الشم، والاثنين مع بعض يحسسوه بنكهة. ممكن تكون الشم مش كويس والريحة مش كويسة والنكهة مش كويسة، بس هو حس بنوع من التغير النفسي داخله. وغالبا ما ينظر الى هذه الحواس على انها حراس بوابات، هي بداية اتصال الفرد بالعالم المحيط بيه. يبقى الحواس هي الأساس في الاتصال بالعالم المحيط بالفرد، سواء من الناحية الحسية المعرفية أو من ناحية الأكل والشرب، لأنها بتنقل العالم الخارجي للعالم الداخلي بتاع الإنسان. حستي الشم والتذوق مصاحبة بمكون انفعالي، الأكل اللي احنا بناكله بننفعل بيه، شكله ولونه وطعمه، على الرغم أنه كل الأكل عبارة عن عناصر غذائية واحدة بيحتاج الإنسان عشان يكمل ما فقد من عناصر لديه، فهو بيصبغ عليه جانب انفعالي، يقول أنا بحب أكل كذا وما أحبش أكل كذا، على الرغم من الاتنين فيهم نفس العناصر اللي بيكملهم بعضها. الحاجة التانية، المستقبلات مصممة لاستشعار الطعم والريحة تخضع لدورة من الولادة والنمو والموت على مدار من 5 لـ7 أسابيع. المستقبلات حاسة الشم من 1 لـ2 أسبوع، المستقبلات حاسة التذوق، يعني على طول الحواس دي بيتم تغييرها وتجديدها باستمرار، ويسمى بتوليد الخلايا العصبية، وهذه الخلايا تعد فريده من نوعها لانها بتختلف عن بقيه المستقبلات الاخرى داخل الجسم. لا
لما نيجي على الإدمان فوق خالص في النوليدج اللي هي المعرفة والمعلومات والخبرات اللي بيكتسبها الفرد عندما يحتك بالبيئة. أول حاجة في الدياجرام ده الـ environmental stimulus اللي هو المثير البيئي الخارجي. الستيمولس ده بنعمل له اتندنس، اهتم، انتبه لما اهتم اليه. يعني المسرات كبيره، انا بهتم او انتبه لما اهتم اليه. طالما انتبهت على طول بيحصل ايه؟ ستيمولس جو تو ريسبتورز، يروح للمستقبل. بعد ما يروح للمستقبل ينتقل لحاجه تانية اللي هي الالكتريستي. الالكتريستي بتعمل ترانسديكشن، تحويل، وترانسفورميشن، نقل، وبعدين بعد كده بروسيسنج، تشغيل. كل ده بيتم في ثواني او اقل من ثواني، ان الاستيمولس نفسه يتحول لالكتريستي وبعدين بعد كده يتنقل للمخ ويبقى اكسبيرينس في البرين نفسه. بعد ما يبقى اكسبيرينس يروح على الريكوجنيشن اللي هو التعرف، اعرف انا خدت ايه وكلت ايه وشربت ايه. ثم يذهب الى الاكشن، الفعل. طالما انا عرفت يبقى هتاخد فعل تجاه اي مثير يحدث. بعد كده يطلع يبقى خبره. العمليه دي بتتكرر على طول، مش بقى في اقل من الثانيه. يبقى الادمان نهايته خبره متراكمه تكونت في لحاء المخ، زيه زي اي فعل الانسان بيقوم بيه. غالبا ما ينظر الى هذه الحواس على انها بوابات. ارجع تاني، معلش انا اسف. من خلال اعطاء الوقت الكافي للشم تتعلم الخلايا العصبيه الموجوده في القشره الكمثريه التمييز بين الروائح المختلفه. اي ماده، مش كوكايين ولا هروين ولا كحوليات، اي ماده بيميزها، لها جانب انفعالي، مكون معرفي يتم تخزينها في لحاء المخ. بعد كده عاوز يجيب نفس الريحه والطعم من خلال المعارف اللي خزنها. يقوم يعمل ايه؟ يعمل اكشن. الاكشن اللي هو الايه؟ الفعل. عاوز يسترد ما قام به من تخزينه من قبل. يبقى في النهايه هي الكوجنيشن والبرسبشن اللي هو إدراك الشيء وتخزينه واسترجاعه مرة تانية، سواء هيرضيه ولا مش هيرضيه. تسبب إطلاق المسميات المختلفة في جعل نفس المادة الكيميائية الرائحة التجريبية تدرك بأشكال مختلفة من الانتشاء. آكل وجبة معينة ممكن الطبيب يقول لي ده هتموتك، بس أنا حاسس إن أنا هشعر بسعادة وانتشاء نتيجة لتناولي هذه الوجبة كلها. تمام؟ والإدراك عندي ومقدره وعارف، بس برضه هقوم بهذا الفعل. ليه؟ لأنها اتخزنت في لحاء المخ كخبرة وكمكون معرفي صعب جدا إلى حد ما تغييره من خلال الحرمان أو ما إلى ذلك. لكي نفهم الشم تماما نحتاج للنظر فيما وراء نمط تنشيط مستقبلات الخلايا العصبيه لحاسه الشم والتذوق. ما فيش لحد دلوقتي للاسف دراسات قالت ايه اللي بيحصل في الريسبتورز وفي تخزين لحاء المخ لهذه المعارف وكيف يتم التخلص منها الا من خلال الجانب المعرفي فقط. يبقى كل شغلي منصب على الجانب المعرفي. يرى عكاشة زي ما قال الدكتور احمد امبارح،
هناك علمية حقيقة علمية يجب إيضاحها، وهي 75 من الأفراد الذين يجربون تناول مخدرات يتوقفون عن تعاطيها دون أي علاج ودون أي مساعدة. يعني هو مجرد ما خدها المستقبلات بتاعته ما قدرتش تستوعبها فلفظها بطل. وكتير مننا بيعمل الحكاية دي، يجرب ممكن يستمر وممكن ما يستمرش، أو ممكن ياخد لفترة معينة وما ياخدش تاني. 25% يستمرون في التعاطي. ليه؟ دخلت بقى حقيقة علمية جديدة اللي هو البحث عن الاستثارة، اللي هو sensation seeking، البحث عن الاستثارة. أكن كل واحد مننا ليه ليفل معين من الاراوزل، الاستثارة سقف ceiling of arousal، سقف معين من الاستثارة بيختلف من فرد لفرد آخر. الاستثارة دي لما بتقل هو بيبحث عنها، بيبحث عنها عن طريق ايه؟ عن طريق المغامرات. زي ما قال الدكتورة رضا دلوقتي، الريسك فاكتور عنده عالي، بيدور يركب موتوسيكل مشقلب، يركب موجة عالية، كل الرياضيين مغامرين، كل متسلقي الجبال مغامرين، معظمهم كلهم عندهم السنسيشن سيكينج اعلى. يعني اذا هو محتاج لتنبيه على طول للريسبتورز الموجود لديه. في واحد بيكمله من خلال تناول المواد اللي هي السبستانس ابيوز، من خلال السوشيال كونتكست اللي هو المحتوى الثقافي او البيئي اللي هو عايش فيه. بيقول له اه ده انا شربت كذا وعمل لي كذا، ما تاخد تجرب. يبقى هو جاب المعلومة منين؟ من خلال المحتوى الاجتماعي او الثقافي او السياق الثقافي اللي هو عايش فيه. لو احنا خدنا بالنظرية دي، في دول قايمة على تصنيع المخدرات، يعني شغل الدول كده واقتصادها قايم بتصنيع المخدرات، ولا يمكن استحالة هيقدروا يمنعوا المخدرات. اقتصاد دول عايش على تجارة المخدرات. طبعا هنعمل ايه؟ هنركز على الكوجنيشن اللي موجود عند الافراد وتغيير المعارف اللي دي. عندنا نموذج اللي هو الشخصية اللي النزاع للاستثارة اللي انا قلت عليها، اللي هي بتبقى اكبر عامل في تنبيه او تنشيط الجهاز الحسي عنده عالية. هي في فروق فردية في كده ما بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر. دايما على طول عايش في ملل وضعف الاستثارة في الحياة، حاسس بالملل، وإن اللي بيشوفه مرة مش عاوز يشوفه تاني، عاوز دايما يجدد على طول باستمرار. يعني ما هو ستيبل، ما هو كالم، دايما على طول عاوز يجدد. بيعمل إيه؟ بياخد مجموعة من الأفكار الخاطئة تدور حول النزوع نحو الاستثارة. يبقى بيستمد الأفكار الخاطئة من مين؟ من المحتوى الاجتماعي اللي هو عايش فيه. يقول له يا عم خد لك سيجارة، خد لك، تعال نركب العجل، واحنا راكبين العجل ولا العربية هنشرب سيجارة حشيش، هنشرب كذا، هنعمل كذا. يبقى هو خد المعارف المرتبطة بالاروزل بتاعه او البحث عن السر لديه من خلال المحتوى الثقافي اللي هو عايش فيه. التوقع المستمد من العرف الحضاري على سبيل المثال ان الكحول والماده المخدره تؤديان الى الاستثاره ضمن زمن تتشارك فيه متعاطي الكحول، بيتلموا مع بعضهم زي ما قال الدكتوره رضا، لان ده محتوى اجتماعي. استحالة واحد هيقعد لوحده ويشرب سيجارة حشيش، لازم بيبقى في مجموعة من الطقوس المحيطة بيه، على ما يجيب الجوزة وواحد يغير له البتاعة بتاعتها ويحط المعرفش ايه ويبتدي يشد ويوزعه على بعضهم. يبقى اذا هو ايه؟ عبارة عن محتوى اجتماعي قاعد هو فيه يبحث عن الاستثارة داخل هذا المحتوى، وكلهم بيشتركوا في العملية دي.
ومع ذلك فإن أساس العلاقة بين إطاعات المخدرات والبحث على السرقة قضية لم تحل حتى الآن، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الفسيولوجية، حيث أفادت بعض الدراسات لأن الباحثين عن الاستثارة العالية كالمغامرين يفضلون المنشطات بينما يفضل المكتبين البحث عن المهدئات. يبقى أنا عندي النقيضين، واحد بيبحث عن الاستثارة وواحد بيبحث عن الهدوء، والاثنين عرضة لأن الريسبتورز بتاعهم ما وصلش للحد المثالي بالنسبة لأن هو يبقى عايش في النورماليتي. ومن خلال العقود الماضية أجريت أبحاث هائلة في أنحاء مختلفة، تم وضع قاعدة بيانات غنية من قبل الغرب تؤكد بشكل عام على مفهوم البحث عن الاستثارة لدى مسيء استخدام المواد وعلى أي نوع من المواد تكون مفضلة لديه. واحد بيفضل الحشيش ويستمر فيه ويقول لك بس صب على كده، واحد بيفضل السجاير اللي هي الجيت واي تو سبستانس ابيوز اللي هي بوابة المدخل للمخدرات، ويقول انا حقف مش هاخد اكتر من السيجارة، واحد بيستمر ويشوف اكتر واكتر واكتر وهكذا. هم حطوا مجموعة من البيانات وقالوا المستوى التفضيل لمادة معينة بيختلف باختلاف مستوى الاستثارة عند الأفراد. طيب بقى عندي جانب فسيولوجي وجانب اجتماعي. طب الجانب العلاجي، احنا قلنا في البداية العلاج كله منصب على المعارف، وأكثر حاجة في المعرفة هو البرسبشن. والبرسبشن معناه ايه؟ فهم. والفهم معناه وضع الشيء في مكانه الصحيح، الحدث نفسه في مكانه الصحيح. زي ما قال الدكتورة رضا برضو دلوقتي، انا بس بستشهد من المحاضرات السابقة، الأسرة كلها مدمنة مخدرات ويطلع واحد فيهم هو المحترم، أليس نفسه اللي حط العلاج العقلاني الانفعالي كان أبوه سكير وأمه سكير، وهو أحسن واحد حط نظرية للعلاج النفسي والإرشاد النفسي حتى شمل المخدرات عن طريق راشنال إيموتيف سايكوثيرابي اللي هو العلاج العقلاني الانفعالي. قال البيئة موجودة، خلقنا الإنسان في كبد مشقة ومعاناة، مين اللي يقدر يحل المشقة والمعاناة؟ البرين نفسه. والبرين ده عبارة عن ايه؟ ها؟ function of العقل أو وظيفة للعقل، يعني المخ وظيفته العقل، والعقل معناه ايه؟ مجموعة من الخبرات والمعارف اللي تم تخزينها. يبقى أنا لازم أغير هذه المعارف. أغيرها إزاي؟ أحل الروابط اللي موجودة. على سبيل المثال لو أنا عندي حدث إيه؟ مؤثر ونشط، واحد جات له فجعة، جات له معرفش أي حاجة، عمل معتقدات خاطئة، أفكار لا عقلانية، أنت عارفين الأفكار اللا عقلانية بتتكون إزاي؟ لأن أنا في مكان معين وقاعد اسمع ممكن اسرح اثناء الكلام، اسرح لو انا سرحت يعني ما انتبهتش، يعني عملت جابس في الانفورميشن اللي داخله لان انا ما انتبهتش. العقل ما عندوش الجابس ده، بيكمل المعلومات علشان الخبرات تستمر في الادخال، يحط في الجابس دي راشنال صوت، الراشنال صوت اللي هي افكار لا عقلانيه، تقول له انت فاهم اللي انا بقوله؟ يقول لك اه انا فاهم، بس كان في حاجه شغلتني وانا سرحت فيها، بس انا اهتيالي يهيئ لي ان انت كنت بتقول كذا وكذا وكذا. كلمه اهتيالي ويهيئ لي يعني معناه ايه؟ ملء معلومات بطريقه خاطئه. يبقى لما عرفت تقل والخبرات تقل بملاها بمعتقدات او اخطاء او افكار ليست سليمه.
يقول له انت شربت المخدر بس المخدر ده طعمه مر، ايه رأيك فيه؟ قال له بس انا حسيت ان دماغي لفت. يبقى هو ايه؟ نسي المرارة بتاعت المخدر وافتكر ايه؟ لفت الدماغ، لانه ما انتبهش بصورة جيدة للمرارة نفسها، انما عوضها بصوت اخر وهكذا. يبقى دايما على طول الحدث بتاع ايه يؤدي الى معتقدات خاطئة عند الافراد. بعد كده يحصل اضطراب انفعالي، ما هو في جابس وفي معتقد خاطئ، يحصل الاضطراب الانفعالي. الاضطراب الانفعالي معناه ايه؟ يعني انا مش حاسس بالمتعة ولا اللذة ولا الحياة، وكل ما اقعد مع زمايلي ما احسش ان هم مهتمين بيا. طب انا هاخد بقى السيجاره اللي انا خدتها قبل كده علشان ايه؟ انسى القرف اللي انا فيه في الوقت ده، يمكن ارجع تاني لنفس الشعور. هينسيني بقى القتين دول والاتنشن، وهينسيني كل الافكار اللي تم تخزينها من قبل. الفرار بياخد قرار حول الكيفيه التي يمكن بها اضعاف القلق. هو الان الريتابل، لانه عنده جابس في الانفورميشن، عنده جابس في المعلومات. هو الان الجابس دي بتعمل قلق، لان القلق التوتر بين الان وحينئذ، ايه اللي هيحصل بعد ثانيه. فعاوز يهرب من القلق ده، يعمل ايه؟ يقوم جاي واخد تحمل ضعف الاحباط حيال العمليه الاصليه على الاي بي سي، كان يقول اننا لا نستطيع التعامل مع مشكلتي، انا مش قادر احلها. كلمه مش قادر احلها يزيد القلق والانزعاج وهكذا. يتنقل تاني على نشاط معتمد على المعتقد الخاطئ، يقول ايه؟ يعني ههرب من قلق الانزعاج بسرعه وهكذا. الدايره تتم وتمشي لحد ما توصل ان هو يستمر في الحلقه الخبيثه بتاعته. يبقى قلق، توتر، معلومات خاطئه او ايراشنال ثيرابي، ايراشنال صوتس في البرين عنده يعاود وهكذا. عشان كده بيحصل ايه بقى؟ يحصل ريلابس. انت خدت ادويه وامتنعت وكذا، وبعدين اول ما تطلع حس بالسياق الاجتماعي، وحس برضه بانه الافكار الجيده لسه ما نمتش عنده، يوم يرجع ياخد تاني وهكذا. عشان برضه افهم العملية المعرفية في علاج الإدمان، نموذج أليس حول الأفكار اللا عقلانية ولا العقلانية ولا عقلانية، عرضة شرب، حدوث النتائج السلبية، معتقدات خاطئة، تفكير ثنائي، أنا شارب لذلك لا أستطيع الإقلاع عن الشرب. زي ما قلت الطبيب بيقول له هتموت وهتتدمر، يقول له بس أنا مش قادر أبطل. يعني بيبقى الطبيب نفسه بينصح مرضاه ويقول له ما تدخنش، اصل انت لو دخنت هتموت. وساعه ما المريض يمشي يوم الطبيب مطلع السيجاره ومدخن هو. انا قابلت الحكايه دي في الصين على فكره. يعني انا في الصين لقيت الطبيب المعالج معايا بيقول لي اوعى تيجي من السجاير، وانا ماشي في الكريدور لقيته ماسك السيجاره هو اللي قاعد يدخن. فاذا هو ايه؟ ها؟ يعني عنده افكار لا عقلانيه غير مرتبطه بالواقع اللي هو عايش فيه. بعد كده بيحس بالياس وفقدان لمهارات مناهضه الافكار الخاطئه واضطراب انفعالي متزايد. يبقى في علاقه ما بين الفكره والمعارف وما بين الفعل على طول. الاثنين مرتبطين ببعض. التوقع في ان الكحول يزيل هذا الاضطراب والعوده الى الشرب مره ثانيه. لو خدنا الجانب الاخر نهاجم بقى المعتقدات الخاطئه، الجبر المفروض على الذات تتعين علي الاقلاع عن الشرب او تناول مخدر، والا فانني ساكون انسان سيء. هو اللي يقعد يذاكر
زي ما قلت في المثال بتاع أليس، كانت البيئة متدمرة وهو اللي بدأ يشغل دماغه يقول أحل الموقف ده إزاي، ويوصف طريقة الحلول، يبقى عنده مخطط معرفي لكيفية حل كل ما يواجهه من أزمات ومن مشاكل على أرض الواقع، ويقنع نفسه بيها. محدش يقنعه غير لما هو اللي يقنع نفسه بيه. المرشد أو المعالج ما عليه إلا إن هو يرسم خريطة معاه، وفي نفس الوقت يديله الحرية في عملية الاختيار والسيلف رينفورسمنت اللي هو التدعيم الذاتي لنفسه. طب انت بتشرب السجاير وانت قاعد مع مين؟ مع زميلي. اصل هو بيطلع سيجارة وانا اديله سيجارة، يبقى كمية السجاير اللي انتوا هتدخنوها قد ايه؟ علبتين، لان طول ما انتوا قاعدين هو هيديك وانت هتديله. طب لو زميلك مش موجود هتشرب كام؟ هشرب بعشرة. قال له طيب لو العشرة دول بتشربهم في قد ايه؟ قال له انا رايح الحمام مرة، وانا قاعد اكل مرة، وانا ماشي في الشارع مرة، وانا كذا. يبقى اذا هو عمال يعمل ايه؟ سيلف مونيتورنج، اللي هو ملاحظة الذات، وبيسجل الكلام ده عنده في شيت، وبيربط الزيادة في التدخين او الزيادة في تناول الجرعات مع المحتوى الاجتماعي اللي هو عايش فيه. وبعدين يبتدي طب زميلي وانا قاعد معاه بدخن علبتين، يبقى انا مش هقعد مع زميلي، او هقلل قوي من اللي قاعد مع زميلي. طب انا رايح الحمام مرة اخد ومرة ما اخدش. طب وبعد كده لو السجاير ارتبطت بالاكل، يبقى انا هخفف من عدد الوجبات بتاعتي الى حد ما، او ما اخدش قبل وجبه لا. يبقى انا بدات اقلل من حجم الكميه او الدراجز او المخدرات اللي انا بتناولها. النماذج دي انتشرت لان المخدرات في الدول الغربيه وفي امريكا بالذات عند الهسبانيك اللي هم الجاليات المتعدده، عند الزنوج بتبقى اعلى، وعند الجنوب امريكا بيبقى اعلى. بيقولوا ان البيض لا، لحد ما المخدرات عندهم مش كتير، انما هو يعني مجتمع منفتح وفي مخدرات بطريقه اعلى. فبداوا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا الكاونسلنج اللي هو الارشاد النفسي. الارشاد النفسي مهم جدا في عمليه العلاج من الادمان. في دراسه عملت عن فعاليه تعديل السلوك لميكن بوم في خفض التناول للهروين في جامعة نزوة في مسقط عمان، والدراسة دي بالفعل أكدت إن من خلال اتباع الخطوات اللي أنا قلتها بيتم إلى حد ما من التقليل من تناول هذه العقاقير. يبقى كده أنا ركز على جانبين مهمين جدا، الجانب الفسيولوجي والجانب النفسي، ونطلع بحاجة انتجريتد كده او كومباوند نقدر او كومباينيشن نقدر نعالج الادمان. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.